افكر بقى يا استاذ ماركو، ياه وانا اول مره اطلع مع مرمينا، ما كل سنه بتطلع نفس المشاكل. اول مشكله مثلا الاكل بيبقى في الصيام وبيجيبوا لنا اي كلام. يا عم بقى احنا ناقص اكل صيامي. انت مش عارف ان هما السنه دي اجلوه مخصوص عشان يبقى في الفطار ونجيب اكل كويس؟ اه صحيح، بس في مشكله تانية كبيره جدا. يا عم انت رايح بيت عم صديق، ده مكان مضروب. انت مقامك اكتر من كده، تروح شرم والغردقه ودهب مش تروح لبيت عم سديد. ده انا زمايلي رايح مول مودينهم مرسى مطروح برضه بس في مكان نظيف، واللي مودينهم شرم والغردقه وانا اروح عند عم صديق استحمى بالكوز. لا لا في مشاكل كتير. انت خلي بالك ان هم السنه دي مختارين مرسى مطروح علشان في البحر جميل وفي تمشيه حلوه، وهنروح سوق ليبيا نشتري حاجات. مش بس البيت اللي هننام فيه هو ده كل حاجه. صح، والمجموعه اللي هتقعد معانا والخدام والبرنامج. صح، المؤتمر مش بالمكان، المؤتمر بالناس اللي طالعه. بس برضه في مشكله ثالثه مهمه. البرنامج مضغوط، تصحى تصلي، قبل ما تنام هتصلي، قبل ما تاكل هتصلي، ده كل يوم هتصلي. ياه بقى وانا ناقص بقى روتين ومذاكره انا مخنوق، انا عايز اخد راحتي بقى. انت لو حسبتها هتلاقي وقت البحر والخروجات والفتره الحره وقت الراحه والمسابقات قد بقيه الاوقات يمكن مرتين ثلاثه. صح كلامك صح، ده الترفيه يمكن يكون اكتر من الفقره الروحيه. ابتديت تقنعني، بس في برضه مشكلة مهمة كانت بتضايقني في كل مؤتمر. طبعا معاملة الخدام يا مينا، انت ناسي لما كانوا بيتحكموا فيك. واصحى ولازم تصحى، ومحروم من البحر ومحروم من الكورة. فاكر الطريقة دي؟ فاكر يا مينا؟ يا ما تفكرنيش بأيام أستاذ يوسف، يا ده كل حاجة بالصفارة، اصحى بالصفارة، نام بالصفارة، محروم بالصفارة. أنا كرهت الصفارة وكرهت المؤتمر. أنت عارف الخدام دول علشان يطلعوا معاك سايبين شغلهم وسايبين بيوتهم واخدين أجازات على حسابهم، وعايزك تكون متأكد إن أي حاجة بيعملوها عشان فايدتك، عشان أنت تنبسط في الآخر. هم مش جايين عشان يعذبوك. صح، أنت كلامك صح يا أستاذ ماركو. مش معقول تعب الخدام عشان يحضروا لي المؤتمر والبرنامج واسيبهم في الحكاية دي. انا لازم اطلع المؤتمر واستمتع. شياطين طيروا انتوا. مزمز والتلمز.
اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه، والاكتر انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك، خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. اللقطات اللي واخدينها كلها طابع.